بيتوج بطلا للسوبر المصري لكرة اليد امبارح وعلى صالة حسن مصطفى في 6 اكتوبر حقق كوماندوز نادي الزمالك فوز غالي على الاهلي في كرة اليد واتوج بطل لكاس السوبر المصري بعد الفوز بنتيجة 27 مقابل 23. المواجهة جمعت الفريقين وزي ما قلنا ان بطولة السوبر استمرت 3 ايام متتالية على صالة حسن مصطفى، جمعت 3 فرق لاول مرة بينظمها. طبعا زي ما قلنا مع حضراتكم انه الفرق كانوا الاهلي الزمالك سبورتنج كانوا على مدار 3 ايام، اول يوم كانت مواجهه فريق الزمالك مع سبورتنج، ثاني يوم الاهلي مع سبورتنج، ثالث يوم كانت مواجهه نادي الاهلي مع نادي الزمالك. خلونا نقول الاحداث كانت عامله ازاي في المباراه. المباراه كانت مشتعله جدا مثيره، ما كانتش مباراه متوقعه، يعني كل شويه في الاول الاهلي بيتقدم وبعد كده الزمالك بيتعادل وبعد كده الزمالك بعد مرور 10 دقائق كان الزمالك متقدم على الأهلي بنتيجة 7-5، وبعد كده بتستمر المباراة على نفس الوضع لحد ما بينتهي الشوط الأول زي ما تابعنا معاكم وشفنا كان في حالة من الإثارة وحالة من يعني من عدم كده الطمأنينة زي ما بنقول، ولكن انتهت المباراة في الآخر بفوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 27 مقابل 23 في الدقيقة 20. الأهلي في المباراة وصلت النتيجة ل 11-7 لصالح الزمالك، وطبعا كان في تفوق كبير جدا لرفاق النجم احمد الاحمر اللي بصراحه امبارح اثبت للجميع احمد الاحمر انه العمر مجرد رقم وانه وجوده في الملعب فرق كتير جدا، خبراته امبارح والحقيقه انه الاهداف بتاعته كانت مؤثره على مدار المباراه، يمكن يكون ما شاركش في الشوط الاول لكن الشوط التالي شارك فيه كله وقدر ان هو يصنع الفارق مع نجوم الفريق. الحقيقه انه في عدد كبير جدا من النجوم امبارح تالقوا، حسن قداح حصل على لقب رجل المباراه، لوكا تالق، عمر الوكيل بكار، احمد مؤمن صفا، بصراحه اللي برضه يعني اثبت ان العمر مجرد رقم امبارح هو هتلر. هتلر يعني جمهور الزمالك بيعتبر ان اللاعب ده رغم ان هو مش صغير في السن ولكن هو ده اللي بيطمنهم في مركز الدفاع. هتلر امبارح قدم مباراه رائعه، بنقول له الف مليون مبروك، بنقول لكل نجوم كره اليد لنادي الزمالك مبروك. الحقيقه يا يحيى انه هي امبارح كانت مباراه غير متوقعه، وعايزه اشيد كمان بالجمهور، الجمهور امبارح في الصاله سواء كان جمهور الاهلي اللي كان عمال يشجع اللعيبه وفريق الاهلي حتى الثواني الاخيره، حتى لما بيتاخروا باربعه وبثلاثه لسه عندهم الامل ان هم يرجعوا تاني. بصراحه بنحيي الجماهير كلها اللي كانت متواجده في الصاله. طبعا يعني بنقول مبروك لكل جمهور نادي الزمالك. دايما مباريات السوبر في اليد كنا بتشوف حاله النديه واصله للدقيقه الاخيره. الحقيقه امبارح الزمالك بينهي اللقاء يعني خلاص اخر 10 دقائق هو الزمالك مرتاح، هو نهى اللقاء من بدري شويه، وبشوف ان فوز امبارح هو فوز معنوي اكتر، بقى الموضوع معنوي اكتر للاعبي نادي الزمالك بعيدا عن اي حاجه، بعيدا عن الموضوع مش فني، لان انت خلاص بتخش دلوقتي بقى الموضوع معنوي اكتر. في ناس كتير قالت ان سيف الدرع ويحيى الدرع غيابهم ورحيلهم عن نادي الزمالك ممكن يكون بيؤثر، ولكن ده شفنا عكسه تماما، الموضوع ماشي معاهم كويس، الدنيا ماشيه معاهم كويس يعني. وفرح طبعا كانت متواجده امبارح في المباراه، انت عارف دايما موجوده في ماتشات اليد. لا انت متابعني بقى، ده انت متابعني بقى يا يحيى بقى، قلت لك اهو انت عايز تشوف الماتش من عندي بقى على صفحتي بقى، قول كده. كانت قاعده امبارح في الماتش كانت طالعه لايف، فالموضوع فعلا بجد فوز امبارح الزمالك كان فوز معنوي. انا بشوف ان الموضوع بقى خلاص في اخر سنتين الزمالك بقى متفوق معنويا اكتر، حتى لو الفنيات قريبه شويه ولكن كانت بتوصل للدقايق الاخيره. امبارح الزمالك بينهي بدري شويه، فالمعنويات فرقت مع نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك. صحيح، واعتقد ان هي ممكن تكون دفعه معنويه، يمكن الزمالك مقبل على بطولتين مهمين جدا وفي نفس التوقيت في ضغط في المباريات وفي البطولات، يعني ان شاء الله هيكون بيسافر يوم 15 علشان يسافر تونس ويكون في مواجهه ان شاء الله الترجي خلال ايام. ده بياكد لنا على فكره انه البطولات متلاحمه وانه الدفعه المعنويه بتكون مهمه طبعا لكل اللعيبه. والحقيقه برده يا يحيى ما ينفعش ان احنا بقى ما نتوقفش عند كريم هنداوي. كريم هنداوي امبارح اديك شفت تألق شديد جدا واصرار، وبيثبت للجميع
انه فعلا هو ده الرجل اللي بيطور نفسه، اللي بيطمن جمهور الزمالك، اللي بيطمن الجماهير المصريه في مباريات منتخبنا المصري لكره اليد. خلاص يعني نقول كاتونجا ده خلاص بقى. كلهم الحقيقه كل لاعيبه نادي الزمالك امبارح كانوا يعني عاملين مباراه كبيره جدا بصراحه، وكلهم كانوا في الميعاد. كاتونجا واحد من افضل لاعيبه نادي الزمالك، وزي ما بتتكلمها فرح، هو الراجل يعني عامل اللي عليه بزياده مع نادي الزمالك. صحيح.